في إطار مكافحة الحيازة والاستعمال غير شرعي لأسلحة الصيد، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة مجموعة تيارت على إثر معلومات مؤكدة من حجز 3 بنادق صيد من الصيف الخامس بدون وثائق، كما تمكنت في عملية منفصلة من توقيف شخص يقوم بالمتاجرة بالمخدرات كيف معالج وسط بلدية مدروسة، أين تم حجز 245 غرام من الكيف المعالج وأسلحة بيضاء مع حجز مبلغ مالي فوق 25,000 دينار جزائري كعائدات إجرامية. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام جهات قضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn.